هل التحالف، مبدأ التحالف مع الكفار جائز؟ وإذا كان جائزا، ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف؟ وماذا نفهم من قوله تعالى لا حلف في الإسلام، لا تحدث حلفا في الإسلام؟ حديث ما هو أي؟ لا حديث قوله، عفوا، من قوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، عفوا، حليف القوم منهم. وإذا كان لا يجوز، كيف نفهم مثلا حلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة؟ هو هذا الحديث في فهم الموضوع. قبل ما جاوب، أنت طبعا تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية، أليس كذلك؟ المسلم، أنا أريد الجواب الحقيقي. هذا تحفظ مني يا أستاذ طلعت. أنا يعني أريد يعني جواب شامل، يعني الحلف يقوم به الحاكم المسلم، أو إن صح التعبير من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية، صح التعبير. طيب، هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية والجماعات، أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة؟ لا شك هناك فرق كبير. فجيبون الله. لا حلف في الإسلام، هذا نص عام. والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند، هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا. هذا تحفظ لا بد منه، لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها، وهي ليست كذلك. من ذلك مثلا الحديث مشهور لما الرسول فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما في أشهر من هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة على طريق علماء الحديث. كذلك مثلا قصة شو اسمه الصحابي اللي قال الحباب صحفها كمان، هذه ايش كمان، هذه قصة مشهورة لكنها لا تثبت أيضا. فبعد التثبت من صحة هذه الأجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام، فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام. أيضا، ولكن الحاكم المسلم، وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف، لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء. وثانيا، صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء، ولكن هذول موضوعين على الهامش لتمشايد بعض الأمور إلى آخره، لا لتحكيم الدولة بالإسلام الكتاب والسنة إلى آخره. لذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما، لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا، ليس فقط عالما بل ومجتهدا. وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق. فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكم على المسلمين أن لا يكون عالما، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا، لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس
أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة، فهو فقيه بهذا المذهب. لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما. ومن الطوائف أنهم يعني علماء الحنفية ذكروا في كتبهم في باب القضاء، قال: ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء. يأتي الشارح ابن الهمام وغيره: الجاهل أي المقلد حتى لو علم حيثيات المذهب أبدا لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه ما دام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي. وكم يعجبني بهذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا لطرافته وبداعته، الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي. قال: مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف. وبائع الخفاف، صانع الخفاف وبائع الخفاف. قال: يأتي رجل إلى بائع الخفاف بقياس رجل معين فينظر في الخفاف الموضوع المعلق عنده فلا يجد هذا القياس، خاصة إذا كان شاذا، أن تكون الرجل مثلا قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة، هذا ما بفصل أي شيء، يعني بفصل شيء رائج. لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف بيأخذ القياس وبيصنع له الشيء المناسب له. هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف، بائع الخفاف هو المقلد وصانع الخفاف هو المجتهد، ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا، والمجتهد هو العالم. ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضع العلم في آخر الزمان مدروسا، فقال عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد، كبار من يظن فيهم علماء، وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا؟ هذا ليس عالما، هذا رجل مش علي الطنطاوي، شو اسمه هذا المصري؟ هؤلاء شو وظيفته؟ مفتي ولا ايش؟ مفتي مصر. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مفتي مصر. فسئلوا يجوز؟ قال يجوز، ولفوا دار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا كما فعل اليهود يوم السبت، وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم. فإذا يشترط في الحاكم أن يكون عالما، لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما لكن لازم يكون مستند إلى علماء، فلا يأتي ولا يذر شيئا
إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم، كما أنه ينبغي أن يكون عند مجلس الشورى في مثلا السياسة، في الاقتصاد، في الجند العسكر إلى آخره، لازم يكون عنده إيش ناس متخصصين في العلم. فيما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بالجيش هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم، أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر. فإذا لا نستطيع نحن أن نقول أن قوله عليه السلام لا حلف في الإسلام لما خصصنا ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف مثل هذا التصرف، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات، فإذا أرأى فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام، الشأن فيه تماما كما هو في مثل قول عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهد معه قال عليه السلام إنا لا نستعين بالمشرك. مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم، ويكفي مثال على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين صفوان ولا إيش اسمه صفوان دروع، فقال يا رسول الله أغصب أم عارية مؤدة؟ قال لا بل عارية مؤدة. فهذه الاستعانة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة، لكن لا نعكس الموضوع، القاعدة تكون قاعدة وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي بشيء ولا يصرف في شيء إلا بناء على فتواهم. فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى، فلا حدث مثل لا نستعين بمشرك، كلتاهما قاعدتان ثابتتان لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه، وهذه البيعة ليست شرعية لأنه لا بيع في الإسلام إلا للإمام الأول. فلا يجوز تطبيق مثل هذا الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية، قد تكون بايعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء وإلى آخره لكن ليست هذه هي البيعة، معلومة هذه بداهة. فإذا الجواب أظن الآن انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم. عفوا فبالنسبة لا نستعين بمشرك ما نستطيع أن نقول أنه لا نستعين بمشرك في القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي، وحديث آخر ترويها عائشة رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانت تحبذ أن فقال لا أستعين بمشرك على مشرك. لا نستطيع أن نقول أن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال، أما الآخر الاستعانة في مثلا السلاح أو المعونة وكذا. لا أولا كما أظن يعلم الحاضرون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا،
ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث، لأنه حينئذ حتكون الخسارة أكثر بكثير من الربح. نحن إذا ما قيدنا الحديث بالمباشرة القتال معناها ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات في المشركين، تبقى الأصل وهي الإباحة، بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق، فلا يجوز أن نقيده. لماذا نقيده؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات، لا نقول نحن عام مخصص، فيبقى النص العام في عمومي وجمولي، ولا نسلط عليه التفصيل إلا بالبعض.